الكلاسيك الليلة بين الريال والبرسا سيكون مختلف جدا عن مباراة السابقة لأنه سيكون بمثابة نهائي الدوري الإسباني لهذا الموسم. إذا فاز الريال طبعا سيتوج رسميا بنسبة كبيرة، إذا فاز البرسا سيبعث الصراع من جديد، لكن الشيء الأكيد أننا سنشهد مباراة كبيرة اليوم بين الريال والبرسا، فرجة ممتعة. كلاسيكو ريال مدريد برشلونة، حلقة جديدة من مسلسل طويل، مسلسل متعدد اللمسات ومتعدد الأوجه، كلاسيكو في فصل الربيع نتمنى أن يكون بديع. أهلا وسهلا إلى ملعب سانتياغو برنابيو ونهائي بطولة لا ليغا لهذا الموسم، النهائي الذي يجمع بين ريال وبرشلونة. تيرشتيغن الجروكليا من توني كروس، وتيرشتيغن ما زالت الخطورة، مارسيلو عنده الكرة الآن، مارسيلو يرفع كرة عالية، بابا جول، بابا جول، جول 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 جول، كارلوس كازيميرو يفعلها ويسجل جول لريال مدريد عند الدقيقة 28، جاء الجول من لعبة من مارسيلو في القائمة الثانية، ريال مدريد يهز الشباك أمام البارسا، زين الدين زيدان متفوق على لويس إنريكي. نعتقد بأنه تصنع الفارق فقط بأهدافها وبمهاجميها بلعبها الهجومي، تصنع الفارق أيضا بمنظومتها الدفاعية. الريال شوف كيف منظم كما ينبغي، راكيتيتش ليو ليو بابا بابا جول، يا سلام عليك يا ليو 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 ليو، انت ساحر وبارع وماهر يا ليو، استلم مرة توغل راوغ سدد سجل جول. ليو ميسي عدل النتيجة للبارسا عند الدقيقة 33 بعد 6 مواجهات متتالية في الكلاسيكو لم يسجل. والآن عند البارسا راكيتيت، يا ولد يا ولد يا ولد، راكيتيت يضع كرة في المرمى، يا سارية كرواتية تغال التماس. فرصة للريال من هجمة قايمة، كرة عطية، تعادل، التعادل، الريال يعدل عن طريق باس رودريغيز، رودريغيز يا زيزو، هو 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 البديل المناسب. في وجوه في كرة تلعب باتجاه يستا، الهجمة خطيرة، هيا 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 هيا